السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك كتابة، حلقة الخميس التي تحمل الرقم 570 من تاريخ البرنامج. يغيب عنا اليوم فيها المهندس عدل القيعي لوعكة صحية بسيطة إن شاء الله تعالى يتعافى منها سريعا ويرجع لنا بإذن الله في الحلقة القادمة بكل خير إن شاء الله. حلقة الحقيقة جاية في توقيت مهم جدا، متابعين انتوا الساحة الرياضية بكل ما فيها، متابعين أحاديث الشارع الرياضي بكل ما يزخر به من زخم شديد، علشان كده حاولنا مع حضراتكم إن يكون محتوى الحلقة شامل ونقدر نناقش مع حضراتكم أبرز ما في الحلقة من عناوين. مقالي ومقالوا، أرجوكم حسبونا. الغربال، الأميرة تمنح المصريين 60 مليون جنيه. بعضمة لسانه، الإنجاز في عيون الجماز. الشموع الحمراء، الفريق مرتجي وذكرى الرحيل. أسرار الملك، فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى اللي بيشمل كل مضمون حلقة النهاردة، اللي زي ما قلت لحضراتكم هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحطكم في الصورة كاملة من كل تفاصيل المشهد الرياضي. لكن البداية دائما وأبدا مع مقالي وما قالوا، أرجوكم حسبونا. حسبونا على أي خروج عن النص، حسبونا على أي شيء يصدر يعكر الصفو الرياضي، حسبونا عن تصدير أي شيء يمكن أن يزيد من احتقان الجماهير أو على الأقل يأثر على السطح الرياضي العام. المسألة ما عادتش هزار. النادي الأهلي والزمالك الاثنين وصلوا ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية. أفريقيا كلها دلوقتي بتتكلم عن مصر، اللي منها فرقتين بيلعبوا نهائي البطولة الكبرى لأول مرة في تاريخ القارة. ده كلام غير مسبوق بالمرة. في نفس الوقت يتداخل معاه منتخب مصر صاحب الرصيد والرقم القياسي في إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية، بيخوض تحدي ناس كتيرة كانت شايفاها انه هو بسيط وسهل. انت في مجموعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي نهائياتها هتكون إن شاء الله في الكاميرون 2021، معاك توجو ومعاك كينيا ومعاك جزر القمر. أول ما اتعملت القرعة قال لك مين اللي هيتأهل مع مصر؟ احنا دلوقتي واصلين عند نقطة، ومين يضمن تأهل منتخب مصر؟ هنلعب ماتشين 14 و17 الشهر ده مع توجو ذهابا وايابا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب المباراتين علشان نخرج من هذا المأزق، اللي لو ما خرجناش بالفوز في المباراتين هندخل في حزبه لا نتمناها ابدا. شفتوا منتخب مصر لما غاب فتره طويله جدا عن بطوله الامم الافريقيه، وهو المنتخب اللي كان واخد الرقم القياسي في احراز اللقب، وكان الوحيد اللي عمل الثلاثيه التاريخيه 2006 و2008 و2010، لكن لاسباب كتيره جدا غاب الفراعنة عن بطولة الأمم الأفريقية، وفضلوا 3 دورات أيضا متتالية مش قادرين حتى يتأهلوا لنهاية البطولة، إلى أن استعادت الكرة المصرية عافيتها. وشفنا دلوقت في دوري الأبطال الأهلي والزمالك الاثنين في المباراة النهائية، وفي الكونفدرالية بيراميدز لعب المباراة النهائية. فده تقدم على مستوى بطولات الأندية، يؤكد أن احنا فيما يخص بطولات الأندية على الطريق الصحيح. فيما يخص المنتخب عندنا تحديات كبيرة جدا. المنتخب الأولمبي تأهل إلى أولمبياد طوكيو. المنتخب الأول عنده الأمل في أنه هو يبلغ نهايات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 على أمل السعي في إحرازها، خاصة إحنا لما نظمنا البطولة اللي فاتت للأسف لم نتمكن من إحراز لقب. فبالتالي بقت التحديات صعبة جدا. السطح الكروي
والسطح الإعلام الرياضي مش مستحمل ده. نتمنى سريعا نهائي دوري أبطال أفريقيا، لسه احنا بنتكلم في 27/11، يعني لسه قدامنا أكتر من 20-21 يوم. لو انشغلت الساحة الرياضية بتحدي الأهلي والزمالك ولقاء الأهلي والزمالك وأهمله المنتخب، يبقى أقول على المنتخب السلام. لو فعلا فضلنا أسرى لفكرة نهائي الأميرة والمنافسة التقليدية والطبيعية بين الأهلي والزمالك على حساب المنتخب في هذا الظرف، هيكون الوضع صعب جدا بالنسبة للمنتخب. المنتخب عنده تحدي صعب، عنده أمل إن شاء الله تعالى إنه يفوز في المباراتين، سواء تقرر إن احنا إن في بعض المشاكل الخاصة بكورونا ممكن تخلي مباراة توجو زي ما شفنا امبارح قد تقام في القاهرة إذا بلغ الاتحاد التوجولي الاتحاد الأفريقي بهذه الرغبة. لكن حتى الآن أنت هتلعب 14 هنا وتسافر تلعب 17 بره، فبالتالي ما عندكش فرص كبيرة جدا أو حقيقية إلا إن أنت تكسب المباراتين، تكسب مبدئيا هنا وتسعى للفوز بره عشان تحسم أمورك. هل هتترك الأمور في المعالجة الإعلامية الرياضية لصراع الأهلي والزمالك وتقدر تلاقي كل البرامج الرياضية أو معظم البرامج الرياضية اللي شغالة كل هدفها عمليات التسخين، كل هدفها إثارة السوشيال ميديا، عبي وبالليل على طول كله على اليوتيوب، يطلع كل برنامج عايز يعمل نسب مشاهدة أو عايز يجتذب جماهير أو عايز يرفع أي فيديوهات على اليوتيوب تحقق هذه المتابعة اللي بينشدها باستمرار، هتلاقوا في آراء غريبة جدا، في إساءات متكررة جدا، في تجريح، في اجتهادات، في مبالغات، في حاجات كتيرة جدا خارج النص الرياضي والإعلامي. فبالتالي ده هيكدر صف، مؤكد هيكدر صف، هيوتر سطح، هيوتر سطح، هيخلق مشاكل، طبعا هيخلق مشاكل، هيزيد احتقان، من المؤكد هيزيد احتقان. الحل ايه؟ الحل ان احنا عندنا جهاز تنظيم الاعلام، وعندنا برضو لجنه ضبط الاداء الاعلامي الرياضي. نتمنى انه خلال الايام القليله القادمه قبل ما السطح الاعلام الرياضي يسخن بالقمه وترتيبات القمه وكل ما هتشوفوه الفتره الجايه من برامج، لانه كده كله هيبدا يعلي على امل اكتساب اكبر نسب مشاهده، وده هيكون على حساب الكرة المصرية، سمعة الكرة المصرية، شكل الكرة المصرية، قمة الكرة المصرية الأفريقية. عشان كده نتمنى من الآن أنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة ضبط الإعلام الرياضي تحاسب وتحاسب. في كود إعلامي، فيه مدونة سلوك حاكمة والمفترض تدير المسألة أو تحكم تصرفات الناس، هل هي معمول بيها ولا لا؟ كلكم شايفين. الحل ايه؟ ان احنا من دلوقتي نحط الضوابط الكافيه، ونتمنى صدور التعليمات الواضحه جدا انه الامور تمشي في السياق الطبيعي، لا في لا تسخين، لا في اساءات، لا في لا تجريح، وتخرج المساله ان شاء الله تعالى في المستوى اللي بيليق بالكره المصريه، اللي زي ما قلت لكم افريقيا كلها النهارده بتتكلم على فرسي دور الابطال في النهائي مصري. الاتحاد الافريقي في تقرير له قال ده حدث تاريخي، ما حصلش ابدا في تاريخ بطوله القاره الافريقيه انه الاثنين يكونوا من بلد واحده. ده كان النادي الاهلي نادي القرن العشرين، نادي الزمالك كان رقم 2 في القرن العشرين. فبالتالي ان انت تكون في السنوات الجديده من القرن الجديد الامور ماشيه بهذا الشكل التنافسي، ده يكشف ان الكره المصريه تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الانديه، يبقى أن تسير كذلك سواء مع المنتخب أو مع الإعلام الرياضي إن شاء الله. فأرجوكم حاسبونا من دلوقت علشان تبقى المسألة واضحة جدا، مش نسمع باستمرار أصله قنوات الأندية الكلمة اللي أنتوا بتسمعوها على طول، حد عايز يحاسب حد أصله قنوات الأندية. لا يا سيدي، إذا كان قناة الأهلي ملتزمة بالكود الإعلامي بكل ضوابطه ومعاييره، أي حد آخر في برامج أخرى، قنوات أخرى، صحف أخرى، مواقع أخرى تخرج عن هذا الإطار باستمرار، يبقى في حساب وتبقى المسألة فيها هذا القدر الكافي من الوضوح. ده كان أبرز ما في مقالي ومقاله، لكن هناك كلام كثير مهم في الغربال.
الأميرة تمنح المصريين 60 مليون جنيه، 60 مليون جنيه من الأميرة السمراء للمصريين. ليه؟ وعلى فكرة ده تأكد دفعهم، يعني الفلوس دي جاية جاية خلاص. الاتحاد الأفريقي جايز الدوري الأبطال، البطل بيحصل على 2.5 مليون دولار، نصهم للوصيف 1,250,000 دولار، يعني بنتكلم في 3,750,000 دولار دخلوا الخزانة المصرية، اللي هيروح للأهلي إن شاء الله تعالى واللي هيروح للزمالك. لكن إن المؤكد البطل والوصيف مصريين. الاتحاد المصري لكرة القدم سعيد الحظ بالمسألة ديت، لأنه الاتحاد الأفريقي في لائحة البطولة من 2017 رفع نسبة الاتحاد الممثل للنادي ل 5%. كل نادي بياخد جايزة الاتحاد الوطني بتاعه بياخد 5% من فلوسه، فبالتالي لجنة عمرو الجنايني هتاخد 10%، 5 من البطل و5 من الوصيف، وضمن الكلام ده. فالتوتال كله 3,750,000 دولار، يعني الخزانة المصرية الرياضية هيدخلها نحو 60 مليون جنيه من الأميرة السمراء بعد تفوق الأندية المصرية، اللي نتمنى إن شاء الله تعالى يستمر في البطولة الجديدة بإذن الله. اهتمام كان واضح جدا من الصحف والمواقع بتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال، وأيضا بوصول الزمالك للنهائي. غير خافي على حد أنه نسب نجاح الأهلي في البطولة الأفريقية في لقاءاته مع الزمالك نسبة تصل إلى 100%، 100% فوز الأهلي في لقاءات القمة الأفريقية أو اللقاءات اللي جمعتهم، ومن ثم بطولة أو مواجهة 27 نوفمبر في برج العرب مرتقبة ومهمة جدا إن شاء الله. ختام الموسم المحلي، ودي نقطة عايزين نقف عندها شوية. فاكرين لما الدوري توقف في مارس، أو النشاط الرياضي كله توقف في مارس الماضي بفعل كورونا، كانت بطولة الدوري والبطولة المحلية والنشاط الرياضي كله مهدد، والناس كلها اتكلمت على إن احنا نلغي الدوري ونلغي كل المسابقات ونبقى نبدأ من جديد. النادي الأهلي كان من وقتها، وأعتقد حضراتكم فاكرين أكتر من تصريح للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يا جماعة بصوا على بطولة أفريقيا، يا جماعة بصوا على اللي جاي، يا جماعة مش هيبقى مفيد أبدا للكرة في مصر إن احنا ندخل اللعيبة دي كلها التلاجة ونلغي الموسم ونفض الليلة ونرجعهم فجأة تعالوا لعبوا الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا. لا ناس جاهزة، لا ناس اتمرنت، ناس لا عندها لياقة المباريات ولا أي حاجة خالص، فجأة تعالوا لعبوا نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي الناس كلها قالت لا ده الأهلي بيدور على الدوري، الأهلي عايز يكسب الدوري، ما هو الأهلي بياخد الدوري، ما في كل الظروف الأهلي فرصه في الدوري، عنده ثقافة الفوز بالدوري. وهتشوفوا في حلقة النهاردة إنه مفيش وفاء بين بطل وبطولة أكتر ما هو بين الأهلي والدوري بشكل مثير جدا. لكن الأهلي كانت دفوعه وقتها المصلحة العامة، كابتن الخطيب لما اتكلم، جهاز النادي الأهلي لما اتكلم إنه يا جماعة الفرق محتاجة لياقة كافية، يا جماعة مش هينفع نلغي المسابقة المحلية وننافس في البطولة الأفريقية. كانت النتيجة وجهة النظر الرسمية للدولة، لولا إن الدولة المصرية بكل أجهزتها وبكل هيئاتها المسؤولة احتكمت للرأي العام، احتكمت للمصلحة العامة، احتكمت لمصلحة البلد، احتكمت لمصلحة الرياضة المصرية والكرة في مصر، وأصرت إن الدوري يرجع. بالمناسبة دوري أبطال أفريقيا أو الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الخماسية كانوا عندهم حرص شديد على إلغاء الدوري. محدش يكذب عليكم دلوقتي ويقول لك الاتحاد كان عايز يرجع، لا الاتحاد كان عايز يلغي الدوري. لكن الحقيقه لما الدوله اصرت على وجهه نظرها يحسب لاتحاد الكوره ولجنته الخماسيه، اطلعوا بمسؤولياتهم الكامله، حطوا جداولهم، اشرفوا على البروتوكول الصحي وتنفيذه بامتياز الحقيقه، وقدروا بعد جهد كبير جدا يوصلوا المسابقه للنهايه. كانت النتيجه ايه؟ شفنا اللياقه البدنيه للفرق المصريه،
شفنا الاهلي والزمالك وبيراميدز بيوصلوا لنهائي دوري الابطال والكونفدراليه، شفنا المنتخب الوطني بيستعد لتحدي صعب. عشان كده زي ما قلت لكم دي كانت وجهه نظر النادي الاهلي اللي انتصر فيها للمصلحه العامه، واعتقد دلوقتي كله تاكد من صحه وجهه نظر الاهلي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كتير في الغربال. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في مناقشه ما في الغربال. ويمكن استوقفنا النهارده مقال مهم للناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الاهرام، كان بيقول ختامها مسك. وقال الكابتن عصام في بدايه مقالته: المشهد الختامي للدوري الكروي المصري الممتاز كان استثنائيا. واشار الى انه الهدف اللي احرزه وليد سليمان في مباراه طلائع الجيش كان بعد 45 ثانيه، وده في رايه حدث استثنائي. لكن خلينا بمناسبه الاستثنائيه نقف مع حضراتكم عند نقطه: اتحاد الكوره هو بيقبض من ورا الاهلي والزمالك 375,000 دولار، ال 10% قيمه الجائزه المخصصه للبطل والوصيف في دوري ابطال افريقيا، تقريبا هو اكتر حاجه او اكتر حد هيلحق الضرر بالفرقتين مع بعض. الفرقتين مع بعض نظام القيد في الاتحاد الافريقي هيعمل لهم مشاكل كبيره جدا السنه الجايه. وما دمنا بنتكلم في انه ده موسم استثنائي ووضع استثنائي في ظرف استثنائي يحتاج الى علاج استثنائي او حلول استثنائيه، تعالوا نقول لحضراتكم ايه المشكله. اتحاد الكره هيفتح القيد المحلي الاولاني يوم 11/11، 11 نوفمبر، يعني كمان 5 6 ايام. القيد الثاني، يعني دي قايمه اولى، القيد الثاني هيتقفل 19 نوفمبر، يعني بعد 6 ايام من القيد الاولاني او 8 ايام. طب الاهلي والزمالك هيلعبوا فاينل افريقيا 27 نوفمبر. هتقول لي ايه المشكله؟ اقول لك دي ام المشاكل، دي مشكله السنه الجايه بجد. عارفين ليه؟ لانه اي لعيب الاهلي او الزمالك، لانه الاثنين في نفس الكيس نفس الحاله، اي لعيب الاهلي محتاجه او اي فريق منهم محتاجه يلعبوا في النهائي في ظل القيد طبعا المحدود، والناس اللي مشيت الاهلي 5 6 لعيبه او اكتر مشوا من القائمه الافريقيه، لكن اللي متاحين دلوقتي لازم أن يحتفظ بيهم للنهائي اليوم 27، يعني لازم أن يسجلهم محليا، يعني لازم يستمروا معاه السنه الجايه. يعني لو عايز يجيب لعيب افريقي مش هينفع يجيب الا لو ضحى دلوقتي باللي موجود، يضحي بيه بدري قوي قبل 19 نوفمبر او قبل 11 نوفمبر، والا هيستمر معاه للسنه الجايه، او مش هيلاقي مكان للاعب الاجنبي اللي ممكن يجيبه. الاهلي قرب يخلص بدر بنون او غيره او او او، هيسجله فين؟ لازم يمشي حد. طب يمشي واحد دلوقتي، مين اللي هيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ العناصر المتاحه المقيده افريقيا الفريق هيحتاجها في الفاينل. الحل ايه؟ الحل في القيد الافريقي. القيد الافريقي 10 نوفمبر و30 نوفمبر. 30 نوفمبر سبب ان الاتحاد الافريقي رحل القيد الافريقي الاخير ل 30 نوفمبر علشان الاخوه المصريين هيلعبوا الفاينل في 27 نوفمبر. فالاتحاد الافريقي اجل القيد بتاعه الثاني ل 30 نوفمبر. طب الاتحاد المصري ليه ما يعملش كده؟ ليه الاتحاد المصري ما ياجلش غلق باب القيد المحلي لما بعد مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال؟ ايه المزاج ان انت تقفل عليه دلوقتي 19 نوفمبر؟ ليه؟ اذا كان الاتحاد الافريقي نفسه مد المساله ل 30 نوفمبر مراعاه لنهائي دوري الابطال، طب ما اعترف النهائي دول مصريين. ليه احنا نعيق حركتهم في الموسم اللي جاي؟ لانه اللي موجود عنده هيسجله غصبا عنه خلاص، او هيضحي بيه ويدخل المباراه النهائيه بعدد اقل من اللعيبه، وعندهم اصابات وعندهم مشاكل وناس كتيره مشيت. وزي ما بقول لكم ده هي كويس ان هي جايه على الطرفين، الزمالك عنده لعيبه كتيره والاهلي عنده لعيبه كتيره، او عنده رغبات لاستبدالات في القوائم. ليه الاتحاد الافريقي ما يكونش باصص للمساله نظره اعتبار للاهلي والزمالك؟ بيراميدز خرج ما كملش يعني ما كملش في البطوله للنهايه او خرج من النهائي، فبالتالي ما عندوش مشكله في القيد. الاهلي والزمالك اترحلت
المباراه النهائيه. عنده اكتر من حل. وانا بقول لكم ده بمناسبه ان ده موسم استثنائي، انت بتتكلم في ظرف استثنائي. الاتحاد الافريقي استثنائيا يا سيدي خلى النهائي من مباراه واحده، ده ما حصلش بالمناسبه في تاريخ البطوله. عملها من مباراه واحده مراعاه لهذا الظرف. كورونا والمشاكل الصحيه. خلى المباراه في الكونفدراليه السيمي فاينل والفاينل في بلد واحده وخلص المغرب عشان يلم المساله باسرع وقت ممكن. احنا هنا مش قادرين نحط حل استثنائي، عندك اكتر من حل. واتمنى انه الاستاذ عمرو الجنايني واللجنه الخماسيه في اتحاد الكره تنظر للمساله بعين الاعتبار لمصلحه الفرقتين او الناديين، مش بس للاهلي. انا ما بكلمكش، مش مطلوب ان انت تجامل الاهلي، لا هتجامل الاهلي ولا هتجامل الزمالك، انت هتنحاز للمصلحه العامه. وعندك ثلاث حلول بقول لك خد اي واحد منهم يريحك. اما ان انت تودي القيد الاخير لما بعد 27 نوفمبر، يسمح للناديين بعد 27 نوفمبر، او ترحل القيد كله بعد 27 نوفمبر 28 نوفمبر مثلا، بحيث انه لو الاهلي عايز يستخدم سين او صاد من اللعيبه يقدر يستخدمه في المباراه النهائيه، وبعد المباراه شكرا لك ينتقل لاي نادي هو عايزه. اما ان انت تاجل القيد زي ما بقول لكم اللي بقى بعد 27 بعد المباراه، او يتزود عدد الاستبدالات. انت بتقول النادي له حق استبدال خمس لعيبه، طب ما تخليهم للاهلي والزمالك تحديدا عشان البطوله الافريقيه ثمان لعيبه، يبقى يقدر الاهلي او الزمالك يستخدم اللي عايز يستخدمه من اللعيبه اللي محتاجهم في المباراه النهائيه، وعايز يمشيه ضمن الاستبدالات. يبقى انت اديته ميزه في انه يستبدل ثلاثه زياده، او بلاش يا سيدي ما تديهاش للاهلي والزمالك بس، اديها للكل. ارفع عدد الاستبدالات لثمانيه. ارفع عدد الاعارات لثمانيه. انت بتقول كل نادي له حق يعارض خمس لعيبه. لا، خليه يعير ثمان لعيبه. يبقى يقدر الاهلي او الزمالك اي لعيب يشارك معاه في نهائي دوري الابطال لو مش عايز في الموسم الجديد يقدر يعيره. بس مش معقولة ان انت هتحطه له ضمن الخمسة سواء في الاستبدال او في الاعارة. فعندك ثلاث حلول استثنائية تقدر تمشي في اي سكة منهم. واحنا بنتكلم بقى على القيد وازمته والوضع الاستثنائي، هو اتحاد الكورة، بس عشان ما نظلمش الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته، ده اللي حصل بقاله كام سنة، انك بتلعب بطولة كاس مصر في الموسم الماضي بقائمة الموسم الجديد، لأن بتتأخر فبتدخل طبيعي ضمن حسابات الموسم الجديد فبتلعبها بقائمة الموسم الجديد. لا افتكاسة ولا اختراع ولا أي حاجة. بقالنا كام سنة السوبر المحلي بتاع السنة اللي فاتت أو بطولة كاس مصر، أنت بتبقى لعبت الأدوار الأولانية التمهيدي وال32 وال16 وأحيانا الثمانية، ويتأخر لك السيمي فاينل والفاينل، يبدأ الدوري في الموسم الجديد، تبدأ القوائم الجديدة، يلعب النادي كاس مصر لكرة القدم في الموسم الماضي بقائمة الموسم الجديد. أظن حضراتكم تابعين وشايفين، وده اللي هيحصل السنة دي بالمناسبة. إيه بقى اتحاد اليد؟ إيه الصعوبة في اتحاد اليد؟ أنت بتتكلم في وضع استثنائي. اتحاد اليد دونا عن بقية الاتحادات، أول ما اتقال يا كورونا اجري الغي الموسم من نفسه، مجلس إدارة الاتحاد قام واخد قرار سريع بإلغاء الموسم. بعد كده اكتشف إنه تورط، وإن كل الاتحادات بترجع المسابقات، وإنه الاتجاه العام للدولة عودة النشاط الرياضي بقوته، وإنه الاتحاد الدولي نفسه طالب بكده، وعنده بطولة كأس عالم جاية محتاج يجهز لعيبة فيها بشكل كويس، فدخل في حيص بيص. الحق، هو لما أعلن إلغاء الموسم الأندية بدأت تستغنى عن لعيبتها. كل نادي عايز يعيد تشكيل الفرقة بتاعته، الاتحاد قال له أوكي، طفينا النور، كله يروح. كله روح. الأندية عملت حسبتها، عدلت قوائمها، بدأت ترتب للموسم الجديد. النادي الأهلي عمل إيه؟ في سبع لعيبة أو ثمانية خرجوا من قائمة الأهلي بناءً على قرار اتحاد اليد.
الاهلي ما عملهاش من نفسه، ما قامش للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي يلا انت وهو من هنا مشى 7-8 لعيبه، لا الاتحاد المصري لكره اليد اعلن انتهاء الموسم. فكانت النتيجه انه الاهلي استغنى عن محمود عاصم راح نادي البنك الاهلي، محمود فايز راح الامارات، احمد مصطفى خيري احترف في رومانيا، يوسف معرف راح رجع تونس، اسكندر زايد رجع تونس، عمر حجاج من يناير كان راح الامارات، هادي خالد حميدو في يناير راح لنادي المعادي. يعني بنتكلم في 7 لعيبه تم الاستغناء عنهم من الاهلي، اللي راح الامارات واللي راح المعادي واللي راح البنك الاهلي واللي راح تونس، يعني مش موجودين، مش موجودين 7 لعيبه في عرف كره اليد فرقه كامله. طب ايه الحل؟ بعد ما الناس دبرت امرها بالشكل ده جاب الاهلي لعيبه جديده بدا يدعم فرقته للموسم اللي جاي. اتحاد اليد بدا الدوري الجديد، الاهلي معاه لعيبته الجديده، دعم بشكل قوي. فوجئ ان الاتحاد المصري لكره اليد بيقول له لا هنلعب المباريات اللي باقيه من الموسم اللي فات بالقايمه القديمه. ايه بالقايمه القديمه؟ ايوه يا سيدي، ده اللي راح الامارات واللي راح تونس واللي راح البنك الاهلي واللي راح المعادي، ماليش دعوه ما تخصنيش. هتلعب بالقايمه القديمه. العب بالقايمه القديمه ازاي؟ دي الناس دي مشيت، ومشيت بناء على قرار منك انت، وانت اللي فتحت باب القيد الجديد، وعشان كده انا ضميت لعيبه جديده بموجب قرارك انت. لا هو كده. طب ده بقى ايه؟ مباراتين للاهلي ومباراتين للزمالك. الاهلي عنده طلائع الجيش وعنده الزمالك. عنده طلائع الجيش متحدد لها 12 نوفمبر، وتاني يوم على طول 13 نوفمبر اهلي والزمالك. 12 نوفمبر الزمالك هيلعب مع سبورتنج، و يعني 12 و13 الاهلي هيلعب مع الطلائع والزمالك هيلعب مع سبورتنج. تاني يوم على طول يوم 13 الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض. الاهلي عشان يكسب الدوري بتاع السنه اللي فاتت محتاج يكسب المباراتين. الزمالك يكفيه الفوز بمباراه وياخدوا البطوله، يعني الزمالك هو اللي ليدنج، هو اللي متقدم. طب ايه المشكله؟ العب بالقايمه القديمه. طب البطوله او المباراتين الناس دي مشيت، اجيب لعيبه منين؟ ازاي استرجع 7-8 لعيبه مشوا؟ ومشيوا بموجب قرارك المتسرع انت كاتحاد، لانك اخذت قرار من نفسك. ووقتها لو تفتكروا الكابتن هشام نصر قال لك احنا اول اتحاد اخذنا القرار، وقال ان نادي الزمالك برغم انه هو المتصدر والمتقدم والفرصته اكبر الا انه وافق على الالغاء. وكانت وقتها قضيه كره اليد بتستخدم كنوع من الضغط على اتحاد الكره المصري، اتحاد كره القدم، يقولوا له بص الفرق بين الناس، اتحاد اليد لغى والزمالك ما اعترضش برغم انه متقدم وفرصته في البطوله باقي ماتش واحد وياخد البطوله ووافق. عشان ايه؟ يتجامل فيها قرار الزمالك برفض استكمال دوري كره القدم والضغط على الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته الخماسيه. فالحق بسرعه لغى، لا فكر ان عنده بطوله عالم جايه، ولا فكر انك انت هتفتح قيد جديد بموجب القيد الجديد ناس هتمشي، فإذ فجأة نرجع. الحل إيه؟ الحل دلوقتي إن أنت عشان تواجه هذا المأزق تشتغل بفكر اتحاد الكرة المصري. دي بطولة موجودة دلوقتي غصبا عننا في سياق الموسم الحالي. الأندية تستكملها، مش الأهلي بس، الأهلي والزمالك وسبورتنج والطلائع كلهم من حقهم استثنائيا يسجلوا او يلعبوا المباراتين اسبوع الفضل والبواقي، ده اسبوع الفضل والبواقي يمشي بالبضاعه الجديده، لانه البضاعه القديمه خلاص مش موجوده. غير كده مش هتقدر تعمل حاجه. فنتمنى انه سريعا يتم حل هذه المشكله، لانه فعلا انت بتتكلم في مباراتين للاربع انديه، تكافؤ الفرص بين الاربع انديه كله يحق له استخدام اللعيبه الجديده، لان الموسم المحلي الجديد شغال. فما عندكش حل عملي. عارف ان ده حل من الناحيه المنطقيه في شويه عوار شويه، لكن هو ما فيهوش حل تاني، لانه محدش هيقدر يسترجع لعيبه مشيت. مش من حقك بعد ما اللعيبه خرجت من قائمتك وسافرت تجيبها من بره عشان تلعب معاك ماتش وتمشي. ده كلام لا هو عملي ممكن ولا قانوني ممكن. فنتمنى
الإصغاء لصوت العقل الاستثنائي زي ما أشار الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام عبد المنعم اتكلم عن هذا الموسم الرائع جدا للنادي الأهلي وكل الإنجاز الكبير اللي حصل للنادي الأهلي فيه، لأنه مش سهل أبدا فريق يحسم بطولة الدوري قبل نهايته بسبع أسابيع وكمان ب 21 نقطة فرق، ناهيك عن بقية الأرقام القياسية اللي تحققت للأهلي في هذا الموسم الرائع جدا أهلاويا. هل في أرقام قياسية تانية؟ لا ينبئنا قدر خبير وموثق وواحد من المدققين في الكرة المصرية الدكتور طارق لادور. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ازيك حضرتك؟ اهلا بيك وتحياتي لكل الساده مشاهدينك الكرام. تحياتي يا دكتور، تابعت نهايه الدوري المصري وكنت راصد بشكل دقيق للارقام القياسيه المهمه للاهلي في هذا الموسم، يا ريت تكلمنا عنها. والله هو فعلا النادي الاهلي هذا الموسم سواء في نصفي الموسم، النصف الاول اللي بدا فيه ب 16 انتصار متتالي في الدوري، ثاني افضل انطلاقه للاهلي في تاريخ الدوري، وكمل مسيرته في الدور الثاني بقيادتين فنيتين مختلفتين، ريني فايلر في الجزء الاول او يعني ثلاث ارباع الموسم، ثم في المنعطف الاخير من الموسم بقياده موسيمين. انما الحقيقه اللي ملفت للنظر ان دايما النادي الاهلي في السنوات الاخيره بيعمل ارقام قياسيه على مستوى بطوله الدوري او على مستوى البطولات الاخرى زي بطوله دوري ابطال افريقيا او البطولات الاخرى، لكن السنه دي هو موسم استثنائي للنادي الاهلي لانه عمل فيه، بص بقى الكلمه العلاله دي، عمل فيه رقم قياسي للارقام القياسيه. يعني عدد ما حصلش قبل كده. كان ممكن النادي الاهلي مثلا في موسم يعمل رقم قياسي لعدد النقاط ورقم قياسي لعدد الهدافين، بس حاجتين ثلاثة، لكن السنة دي وصل عدد الأرقام القياسية الحقيقة إلى 12 رقم قياسي، وده يعني زي ما قلت لك رقم قياسي لعدد الأرقام القياسية سواء على المستوى المحلي اللي هو الدوري أو على المستوى الإفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي النادي الأهلي وصل فيها إلى المباراة النهائية. 12 رقم قياسي. 12 رقم قياسي. لا هو حلو تعبير رقم قياسي من الأرقام القياسية. أيوه بالظبط. طيب نقول رقم واحد. بس انا هعد وراك، خد بالك. عد ورايا. ربنا بس يسعفني ان انا اتذكرهم كلهم، لان انا ايه بكلمك من الذاكره كده. عجزت شويه انت. بص هو اهم حاجه كان اكبر نسبه للفوز بالدوري في العالم. في العالم. دوت كان رقم 42 من 61 مسابقه، يطلع لما تعمل النسبة المئوية يطلع تقريبا ما يقترب جدا من 70% من بطولات الدوري المصري فاز بيها النادي الأهلي. 68.8 يا دكتور. نعم 68.8% بالضبط، يعني حوالي 69%، يعني يقترب جدا من 70%. خد بالك ان في سبع أندية سبق النادي الأهلي في عدد مرات الفوز بالدوري. يتقدمهم طبعا نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، فالانديه دي حققت اكثر عدد كعدد مرات اكثر من الاهلي. يعني اكثر من ال 42 لقب، لكن لا يوجد فريق في العالم حقق النسبه دي. يعني مثلا كان جلاسكو رينجرز عمل 55 دوري اكثر من النادي الاهلي 13 مثلا دوري تقريبا، لكن لان هو سنوات البطوله كثيره قوي. من 115 بطوله مثلا فتلاقيهم ايه النسبه دي اقل من 50%. فالنسبه 69% تقريبا دي هي اكبر نسبه موجوده في العالم. ايوه. النادي الاهلي السنه دي برضو عمل الفوز بالدوري قبل نهايته بسبع اسابيع. كان من الممكن لولا تعادل النادي الاهلي مع الاتحاد انه يفوق ينهي الدوري قبل نهايته بثمان اسابيع، وده كان هيبقى رقم قياسي مطلق. ولكن السبع اسابيع دي هو رقم قياسي معادل، الاهلي عادل رقمه الشخصي القياسي اللي كان عمله في موسم 2004 2005 لما فاز بالدوري برضه بنهايه بعد نهايته بسبع اسابيع. كرر النادي الاهلي السنه دي نفس الرقم، الفوز قبل نهايه الدوري بسبع اسابيع. على فكره لا يوجد نادي اخر حقق الدوري قبل نهايته باكثر من ثلاث اسابيع، وبالتالي النادي الاهلي سبع اسابيع هو رقم عمله مرتين، وهو اكبر رقم او افضل نهايه للدوري بين انديه الدوري المصري كلها. بيستغنى عن سبع مباريات.
بالضبط قبل نهايته بسبع مباريات. نمره 3 في الارقام القياسيه كان عدد النقاط، وده الحقيقه رقم قياسي مطلق، لان عدد النقاط اللي حصل عليها النادي الاهلي هذا 89 نقطه ضرب بيها الرقم القياسي السابق المسجل للاهلي ايضا اللي هو 88 نقطه، واللي كان عمله طبعا كلنا نذكر ان هو في الموسم الرائع اللي عمله النادي الاهلي موسم 2017 2018 بقياده حسام البدري كان عمل 88 نقطه. النادي الاهلي اصبح عنده 89 نقطه، و88 نقطه افضل رقمين بينهم فقط الزمالك اللي عمل 87 نقطه، ولكن عندما كان الدوري في موسم 2014 2015 مكون من 38 اسبوع وبالتالي عدد مباريات اكثر. لو استعرضت قائمه افضل 10 نقاط في تاريخ الدوري المصري كلها مسجله للنادي الاهلي الا ثالث الارقام اللي هو 87 نقطه، واللي هو الدوري الوحيد اللي كان اقيم من 38 اسبوع لانه كان فيه 20 فريق وليس من كما حدث هذا العام من 34 اسبوع. العشر ارقام الاولى لعدد النقاط، العشر ثاني ترتيب افضل 10 نقاط عدد من النقاط يتحقق في موسم واحد التوب 10 كلهم للاهلي الا الرقم الوحيد اللي هو كان بتاع الزمالك اللي هو 87 نقطه في موسم 2014 2015. رابع الارقام القياسيه ان النادي الاهلي عمل 28 انتصار في ال 34 اسبوع، وده رقم قياسي معادل لما فعله النادي الاهلي في موسم 2017 2018. تدرك كده من لغايه دلوقتي ولغايه الكلام حتى الان ان حتى الارقام اللي النادي الاهلي عادلها هي ارقامه الشخصيه مش ارقام فريق تاني. الا الرقم اللي انا هقول لك عليه اللي جاي ده اللي هو ايه؟ عدد مرات الكلين شيت لفريق واحد، يعني فريق يخرج بشباكه نظيفه في موسم واحد من الدوري، وصل النادي الاهلي بعد فوزه على طلائع الجيش في نهايه الدوري الى 28 مباراه نجح فيهم في الحفاظ على شباكه نظيفه من اصل 34 مباراه، يعني من 34 مباراه 28 مباراه بشباك نظيفه، وده اصبح رقم قياسي مطلق وكانت احد الارقام القليله الغير مسجل للنادي الاهلي، لان الاسماعيلي عمل 27 مباراه بشباك نظيفه من 35 مباراه في كان موسم تاريخي عمله الاسماعيلي موسم 90 91 لو نتذكر هذا الموسم اللي الاسماعيلي فاز فيه على الاهلي في المباراه الفاصله 2-0 في استاد غزل المحله. وكان عمل 27 مباراه. الاهلي عادل هذا الرقم في الاسبوع قبل الاخير لما تعادل مع بيراميدز 0-0. لكن بخروجه بالشباك نظيفه في مباراه طلائع الجيش وصل ل 28 مباراه عشان يبقى الرقم الوحيد اللي لم يكن مسجل في الارقام القياسيه للنادي الاهلي هو هذا الرقم. قدر النادي الاهلي بال 28 مباراه انه يضرب رقم الاسماعيلي يبقى برضه هذا الرقم من نصيبه. اكبر عدد مرات من الشباك النظيفه لحارس مرمى حصل عليه الشناوي محمد الشناوي 24 مباراه، ولو كان الشناوي لم يوصل وكمل مباريات الدوري كان ممكن يوصل الى رقم اسطوري اللي هو ال 28 مباراه كلهم، يبقى ضرب الرقم القياسي المسجل كان بس شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي السابق كان يبقى ضربه بخمس مباريات، ولكن نظرا لاصابه الشناوي فهو ضرب الرقم بمباراه واحده وصل الى 24 كلين شيت، وده بيتصدر بيهم كل حراس الدوري المصري في تاريخ الدوري. كده وصلنا الى كام؟ تسع ارقام. اكبر عدد من الاهداف يسجل في ربع الساعه الاخير، خد بالك من الرقم ده متفرد بيه النادي الاهلي المميز جدا بتسجيل الاهداف في ربع الساعه الاخير، واحنا بنتكلم على ان المباراه لو اتقسمت الى ستة كوارترز او ست ارباع، الربع ساعة الأولى من الدقيقة 1 ل 15 ثم من 16 ل 30 ثم من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45، ونفس الحالة في الشوط الثاني من الدقيقة 46 للدقيقة 60 ثم من 61 إلى 75 وأخيرا من الدقيقة 75 للدقيقة 90. أنا هنا ما بتكلمش كمان على أهداف الوقت القاتل اللي هي الوقت بدل الضايع اللي دايما النادي الأهلي مميز فيها وياما حقق فيها بطولات في هذه الفترة الأخيرة، لكن ربع الساعة الأخيرة دي النادي الأهلي دايما مميز فيه، لان انا يمكن كنت عملت احصائيه طريفه كده وفريده من نوعها ان النادي الاهلي في ربع الساعه الاخير اهدافه تمثل 38% 38.2% بالظبط في المية من اهدافه، تخيل 28% من اهداف النادي الاهلي جه في ربع ساعه، رغم ان انت لو قسمت الاهداف على الاربع ديت الست اربع بتاع المباراه
هتلاقي نصيب كل ربع ساعة ممكن تقريبا 16.6%. الربع الأخير 38% لوحده. الأهداف هذا الموسم الآلي في الربع الساعة الأخيرة تمثل 41% من أهدافه. تخيل. يعني تخيل السنة دي الآلي مسجل 41% من أهدافه في ربع الساعة الأخيرة. وده يعكس الحالة البدنية العالية والروح القتالية العالية اللي هي مميز بيها النادي الاهلي عبر تاريخه طبعا. بالزبط. ونجح فيها بانه يعمل انجازات عديده. كنا بنتكلم بقى في رقم برضو ما حدش كان يتكلم عنه خالص اللي هو فارق الاهداف. كان اكبر فارق اهداف يعني بالبلس للنادي الاهلي او لاي فريق في الدوري المصري هو مسجل باسم النادي الاهلي اللي هو البلس 59 او زائد 59. كان من موسم 74-75 مسجل هذا الرقم، والنادي الاهلي في ذلك الموسم سجل 70 هدف ودخل مرمى 11، فبقى الفارق التهديفي بالنسبه للنادي الاهلي وصل الى بلس 59. مش النادي الاهلي بقى يحطم هذا الرقم بفارق هدف يبقى بلس 60 ولا بلس 61، لا ده النادي الاهلي وصل بالفوز على طلائع الجيش 3-0 الى بلس 66. يعني ضرب الرقم بسبع اهداف. يعني اللي حصلني بقى اللي حصلني. ايوه بالظبط. طبعا كان انجاز رائع جدا. كان في رقم واحد الاهلي اقترب منه بل سجل ثاني افضل انجاز في تاريخ الدوري المصري. اعلى عدد من الاهداف اللي سجله فريق في تاريخ الدوري المصري 75 هدف في موسم 2017-2018. السنه دي النادي الاهلي بالثلاث اهداف اللي جابهم في طلائع الجيش، شوف تخيل بقى يعني لما جاب ثلاث اهداف 3-0 في المباراه الاخيره وصل الى 74 هدف بفرق هدف واحد عن الرقم القياسي. لو كان عمل الرقم ده كان هيوصل الى 75 يعادل رقمه، لكن يبقى افضل رقم قياسي 75 هدف مسجلين في موسم واحد للاهلي، وتاني افضل رقم 74 هدف مسجل للاهلي ايضا. يمكن النادي الترسانه هو ثالث الارقام 71 هدف سجلهم في الدوري المجموعتين وزائد النهائيات، يعني مش دوري المجموعتين بس لا زائد النهائيات اللي كانت فيها اربع فرق، نادي الترسانه سجل فيها ايضا ثلاث اهداف، فوصل نادي الترسانه الى 71 هدف في بمجموع الاهداف في دوري المجموعات والنهائيات. النادي الاهلي مرتين كسر رقم الترسانه، مره سنه 2017-2018 لما جاب 75 هدف، والموسم ده هو ثاني افضل ارقام تهديفا في تاريخ الدوري ل 74 هدف اللي سجله من النادي الاهلي. يعني حاجه جميله جدا كل ما ذكرته ده. انت اللي تستحق رقم قياسي في الذاكره الخصبه كل هذه السنين يا دكتور. في بقى رقمين افريقيين. رقم مطلق اللي هو اكبر عدد اهداف في تاريخ دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي سجل السنه دي 34 هدف في دوري ابطال افريقيا، اعلى رقم كان سجله انيمبا لما فاز بدوري ابطال افريقيا على حساب الاسماعيلي في 2003، كان مسجل 31 هدف، وده اكبر رقم يسجله اي فريق في بطوله واحده افريقيه على مدى مسار البطوله. النادي الاهلي ضربه السنه دي بكام؟ بثلاث ارقام، بثلاث اهداف، ولسه قدامه المباراه النهائيه. دكتور انا سعيد بحضرتك جدا، وانا اسعد وبحييك على الذاكره اللي ما زالت حيه فعلا، وده رقم قياسي لوحده برضه. اشكرك جدا. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الموسوعي الدكتور طارق الادور، اللي اعتقد يعني اتحف حضراتكم بحزمه ارقام قياسيه جدا، رقم قياسي في الارقام القياسيه. الاهلي لما بيكسب ما بيكسبش اي كلام، ما بيكسبش البطوله بهدف اعتباري، ما بيستناش حسم بقرار، لا بيكسب بطولة بجدارة كاملة وبحزمة أرقام قياسية زي ما شفت الدكتور طارق الأدور. 12 رقم قياسي يمثل لوحده رقم قياسي لبطل الدوري هذا الموسم. ناهيكم على الأداء الممتع جدا في كرة الأهلي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هذه الأرقام القياسية المشرفة جدا للنادي الأهلي، واللي الحقيقة يستحق عليها لاعبه هذا الجيل كل التحية والتقدير. النادي الأهلي ككيان لوحده، ككيان متكامل، هو فقط من يصنع المعجزات. هو اللي لما بياخد بطولة بياخد بطولة بمعنى الكلمة، بطولة الجدارة الكاملة والعلامة التامة، ما فيهاش قولان. لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه. الإنجاز في عيون الجماز، الإنجاز عارفينه، الجماز هتعرفوه. لكن
مفيش وفاء بين بطل وبطولة، مفيش علاقة حب بين فريق ولقب أكتر ما هو موجود بين الأهلي والدوري. أستاذ عمرو أديب ما كانش بيبالغ وهو بيقول لك الدنيا اتغيرت والحياة اتغيرت والأهلي بياخد الدوري. لا ده أنا بفكره ده من يوم ما اتقال يا دوري حياة المصريين بتتغير والأهلي بياخد الدوري. أحداث سياسية كبيرة جدا في المنطقة، حروب بتشتعل في المنطقة والأهلي بياخد الدوري. أنا بقول لكم مفيش علاقة شرطية ولا حالة عشق كاملة بين بطل وبطولة زي ما هو بين الأهلي والدوري. الدوري بطولة النفس الطويل، الدوري بطولة الجدارة الكاملة، الدوري بطولة المقياس الحقيقي للفريق البطل. انتوا متخيلين انه في 48 49 تقوم حرب 48 ويحصل احتلال لفلسطين ومصر تدخل حرب 48 وتنشا دولة الكيان الصهيوني والاهلي ياخد الدوري 48 49 اول بطولة وياخدها 9 سنين. مش بس كده، لما المصريين يستعدوا ويتأهبوا ويعبروا القناة ويحطموا خط بارليف ويحققوا نصر اكتوبر في 73 وترجع الكرة المصرية بعد الحرب 74 75 يكسب الأهلي الدوري والسبع مواسم متتالية بعد العودة. يحصل اللي حصل في 81 اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، حاجات كتيرة تحصل والأهلي في موسم 81 82 ياخد الدوري ويكمل، يفضل مكمل الأهلي بتفوق كبير جدا طوال سنوات الثلاثين سنة للرئيس مبارك، غالبية الأهلي بطل الدوري فيهم. في يناير 2011 تقوم ثورة يناير، حاجات كتيرة بتتغير والأهلي ياخد الدوري. وعلى ذكر الثورات ده، الأهلي كان بياخد الدوري في العصر الملكي في الوقت اللي رئيس اتحاد الكورة هو رئيس نادي الزمالك وزير الحربية حيدر باشا، والأهلي بياخد الدوري. يتغير نظام الحكم في مصر من ملك الجمهوري في ثورة يوليو 52 والأهلي في نفس الموسم ياخد الدوري. ثورة يناير 2011 تحصل أحداث كبيرة جدا ويتنحى الرئيس مبارك والأهلي ياخد الدوري. تقوم ثورة 30 يونيو ويتم عزل مرسي ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأهلي ياخد الدوري. بقول لكم حالات كتيرة جدا، أحداث ما بتأثرش في علاقة بطل ببطولة. بصوا على تحولات مصر السياسية والاجتماعية هتلاقوا الأهلي بطل. عشان كده حتى الأشقاء العرب في نظرتهم للنادي الأهلي فيها كتير من الدهشة، فيها كتير من التقدير، فيها كتير من الانبهار بنموذج هذا البطل. ده مش كلامنا، شيء مشرف لكل أهلاوي وشيء يفخر به كل مصري إن أنت تشوف حجم إنجاز النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وبطولاته في عيون الأشقاء. اخترنا لكم واحد منهم، الأستاذ عبد الرحمن الجماز الناقد الرياضي السعودي الكبير، هو مدير واحد من الصحفيين السعوديين الكبار، هو مدير تحرير جريدة الرياضية السعودية، أهم الصحف الرياضية اليومية العربية مش السعودية بس في الحقيقة. رأي الأستاذ عبد الرحمن الجماز في الأهلي والإنجاز. الوضع مثلا تكلمت انت، خدت مثال كالنادي الاهلي المصري. نعم. اعتقد النادي الاهلي المصري كامبراطوريه رياضيه، كمؤسسه سمها ما شئت، مؤسسه رياضيه كبيره من خلال الاشتراكات، من خلال التفاعل الاستثماري ما بينه وبين الجماهير، نادي مختلف. نعم. اللي يمكن تسنى لهم زياره النادي الاهلي او والنادي الزمالك يشاهد مثلا في مصر من خلال، بحكم انهم الناديين الاكثر شهره والاكثر استحواذا على الشعبيه الجماهيريه هناك، يلاحظ الفرق الكبير بين الناديين. يعني النادي الاهلي امبراطوريه مختلفه بصراحه، وهي مثال يفترض انه يحتذى، ويفترض ان الانديه ايضا تحذو حذو النادي الاهلي مهما مر مستوى فريق كرة القدم من مستويات أحيانا، يظل فريق دائما في الواجهة، يظل وضعه المادي دائما سليم. نعم. يظل تفعيل الاشتراكات. وأيضا أنا مثلا قابلت كثير من الأخوة المصريين
لهم علاقة كمشجعين يعني يشجعون، لكن ليس لهم علاقة في الحضور في المدرجات ولا شيء، لكن عنده بطاقة ويستخدم مرافق النادي. نعم. بشكل يومي وبشكل متواصل، الترفيه له لعائلته. والترفيه له. نعم. لعائلته يعني. نعم. نادي بصراحة مثال يحتذى فيه. أتمنى أن تكون أنديتنا. نعم. تتفاعل أكثر من خلال جذب الجماهير، ولا يقتصر أيضا دور الجمهور على الحضور في المدرج. أنا كمان يا أستاذ عبد الرحمن كنت أتمنى أن يبقى في وقت علشان كل الأهلوية يستمتعوا بشهادات عربية من أشقاء عن إمبراطورية الأهلي وقيمة الأهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن الأهلي وإنجازاته. أهلا بحضراتكم من جديد. شفت رأي الأستاذ عبد الرحمن الجماز الناقد الرياضي السعودي الكبير ورؤيته للأهلي ومدى تقديره لهذه المؤسسة اللي وصفها بالإمبراطورية العملاقة، وقال إن حتى القدرات الاقتصادية للنادي الأهلي وحجم البطولات للنادي الأهلي شيء يدعو فعلا للسعادة والفخر لكل عربي. ده رأي سعودي شقيق. لكن كمان وانت بتتفرج على برامج مصرية، ما هو في إنجاز بدون ناس وراء هذا الإنجاز؟ في عمل بيتحقق من غير ما يكون وراه ناس فعلا وراء هذا الإنجاز؟ بيتغيروا اللعيبة وبتتغير الأجهزة الفنية وبتتغير المسابقة وبيتغير أي حاجة ويبقى الأهلي بطل. ربما كان العمل المشترك الوحيد الإدارة، والإدارة مش في أشخاصها، الإدارة في أفكارها وفي سيستم العمل الثابت أو شبه الثابت في النادي الأهلي. ده اللي بيكفل تحقيق البطولات، ده اللي بيخلي مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص على الإنجاز تلو الإنجاز بأرقام. كنت أتمنى أن الوقت يتسع واستعرض مع حضراتكم ملامح هذا الإنجاز على الصعيد الرياضي والصعيد الإنشائي والصعيد الكروي، لكن تلاقي الناس يقول لك إيه؟ خطيب؟ لا، الخطيب كلاعب أسطورة بس كإداري. ويبدأ إيه؟ اعرف أن الكلام انتخابي. أول ما تسمع الخطيب أسطورة والخطيب في الكرة حاجة كبيرة جدا، توقع الجملة المستخبية، فبيسكتك الأول بكلمة خطيب أسطورة في كرة القدم. بس الرجل اعتزل من 30 سنة، حقق الإنجازات، حقق البطولات، حقق الأرقام. احنا دلوقتي بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هذا الإداري اللي بيقود هذه المنظومة لأرقام غير طبيعية، سواء من الناحية الإنشائية في كل فروع النادي. اللي بينشئ حمام في نديبي يطلع يعمل هليلة. النادي الأهلي بيشتغل في 4 فروع كبيرة متكاملة في تطوير كامل في كل البنى التحتية في الفروع، منها الفرع الجديد في التجمع. بيحقق أعلى ميزانية، بيحقق بطولات رياضية في كل الألعاب. الأهلي السنة دي خد كل الألعاب، حتى في كرة السلة اللي اتحرم من الدوري الممتاز بتاعها خد الدرع العام رجال وسيدات. احتكر الطايرة، شفته في تنس الطاولة، شفته في السباحة، شفت في كرة القدم، وسمعت الأرقام القياسية المبهرة والتي تدعو لفخر كل الأهلوية. أحد رموز النادي الأهلي الكبار كابتن طه إسماعيل، أيقونة أهلوية عظيمة ومحترمة، سئل عن رئيس النادي الأهلي الحالي إدارياً مش فنياً، الكابتن محمود الخطيب. نشوف رأي الشيخ طه. كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب يعني مسك في فترة حرجة قوي وفيها مشاكل كثيرة جدا، وهو تعرض لحاجات شخصيا، هو تعرض لمشاكل كثيرة ما كانش يجب تحصل يعني، مش منه هو، من الآخرين يعني، لكن هو يعني الراجل صامد لها بشكل كويس جدا وهادي جدا، ويتعامل مع الأمور بهدوء رغم قساوة بعض التعليقات ولا الهجوم اللي بيتم عليه. بالنسبة للفريق، الفترة اللي فيها كورونا وفيها فترة انتقالية وفيها مشاكل برضو في بالنسبة للفريق، لكن نجح السنة اللي فاتت ان هو يفوز بالدوري العام بعد ما كان الفريق في المركز الأخير في بعض الفترات، وقدر ان هو يرجع من الخلف مع الفارق الكبير اللي كان موجود لنادي الزمالك في النقاط ويفوز بالدوري. وده تحسب له الصفقات اللي عملها في هذا الوقت، وقفت الفريق على رجليه.
والسنة دي برضو الفرقة أخذ دوري العام بشكل رائع جدا وكسبت البطولة قبلها بسبع أسابيع، يعتبر نجاح كبير جدا. بتمنى له التوفيق في الأفريقية إن شاء الله عشان يتوج عمله بشكل كويس. لكن محمود الخطيب من الكوادر المحترمة في النادي الأهلي وربنا يوفقه إن شاء الله. إن شاء الله. بعد ده الرأي الأمين والصريح للأيقونة الأهلوية الكبير الدكتور طه إسماعيل. لكن حتى فيما يخص النواحي السلوكية، شفتوا تصرفات النادي الأهلي تجاه أي أزمة، وما بيهزش في الهيصة. الأزمة اللي حصلت بين كهربا ومحمد فضل الناس كانت عايزة توديها في سكة تانية خالص. الأهلي اللي حريص دايما وأبدا على المبدأ والسلوك، حريص على الحق وصورة ولاده، عشان كده كان موقفه سليم وتم احتواء الأزمة في أفضل شكل ممكن بعد التشاور وبعد التفاوض وبعد الكلام وبعد ما النادي الأهلي تمسك بحقه وحق اللاعب اللي عنده كهربا. بمناسبة كهربا، النهاردة استوقفني كاريكاتير للأستاذ عمرو سليم في المصري اليوم. برضو عمرو سليم راجل زملكاوي وده لا يضيره بالعكس، لكنه لما يكون الرأي فيه مغالطة حقيقية لازم نقف عندها. الأستاذ عمرو سليم بيقول ده بمناسبة احتواء أزمة كهربا وفضل: ما أقدرش أعاقب كهربا علشان الأهلي فوق الجميع، بصوا الانطباع اللي بيصدروه تحريضيا. ده انطباع بيتصدر بهدف التحريض، مع انه الناس بحت اصواتها وهي بتتكلم يا جماعه الاهلي فوق الجميع، ده هدف، ده شعار انتخابي معناه انه مصلحه الاهلي فوق جميع ابنائه، مصلحه الاهلي فوق كل اعتبار بالنسبه لاولاده. انما هياش بلطجه ولا منظره ولا تعالي، لكن عايزين تودوها في السكه دي بهدف التحريض والاساءه. فتلاقي معلومه زي دي يقول لك ايه: ما اقدرش اعاقب كهربا علشان الاهلي فوق جميع، وقف لي شيكابالا وامام عاشور ثلاث ماتشات. بصوا بقى الادعاء في المظلوميه يا سيد الفاضل. لما توقف شيكابالا وامام عاشور في احداث السوبر، كهربا توقف اكتر منهم. كهربا وقتها خد 10 ماتشات، وامام عاشور خد 10 ماتشات، وشيكابالا خد 8. انت جبت منين انه تم التجاهل عن كهربا علشان الاهلي فوق الجميع؟ امام عاشور خد 10 وكهربا خد 10 وشيكابالا خد 8 ماتشات، ليه الادعاء بهذا الهدف التحريضي؟ ده اتقال كمان من رضا عبد العال: احمد فتحي تم عدم ضمه للمنتخب عشان مشي من الاهلي، وانه كابتن حسام البدري بيجامل بيه الاهلي. طب هو ده احمد فتحي مشي من النادي الاهلي راح بيراميدز، بيراميدز اللي راح لها رمضان صبحي بعد مشاكل عويصه مع النادي الاهلي وتم ضمه للمنتخب وهو ما لعبش من 11 شهر، فين مجامله الاهلي بقى؟ لكن كلام زي ما بقول لكم كله بيبقى لاهداف تحريضيه، اعتقد الجمهور بقى شايفها وعارفها كويس. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، لا ده بيكسب عشان عظيم. خلونا استعير مقوله المهندس عادل القيعي، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه الحلقه اللي جايه، المقوله اللي هو كمان مستعيرها من منا القيعي. بس عارفين ليه الاهلي مش عظيم عشان بيكسب؟ ده بيكسب لانه عظيم، لان هناك في تاريخ الاهلي الكثير من الشموع الحمراء. الشموع الحمراء، الفريق مرتجي وذكرى الرحيل. النهارده بتمر السنه السابعه على رحيل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي عليه رحمة الله، واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الأهلي. ولما بقول لكم الرؤساء التاريخيين فده لأنه فعلا الفترة اللي الفريق مرتجي عليه رحمة الله ترأس فيها النادي الأهلي كانت مراحل كتيرة فيها منحنيات كتيرة جدا وفيها تحديات وفيها صعوبات كبيرة قوي، بس شأنه شأن كل الشموع الحمراء اللي أضاءت الطريق للنادي الأهلي تاريخيا. الفريق مرتجي ترأس النادي الأهلي لحوالي 10 سنين، مر بالتعيين ابتداء من 15 ديسمبر 1965 لغاية 13 يوليو 67، أقل من سنتين. ثم دي كانت بالتعيين لإنقاذ النادي في وضعيته وقتها. الفترة الثانية كانت امتدت بقى بالانتخاب والثقة من 8 نوفمبر 72 ل 12 ديسمبر 1980.
وتحقق في عهده الكثير من الإنجازات الكروية كمان المهمة جدا والإنشائية أيضا. لكن عارفين عظمة النادي الأهلي فين؟ في أن واحد زي الفريق مرتجي بعد منافسة عنيفة جدا على رفعة النادي الأهلي له مع كابتن صالح سليم رحمة الله على الجميع، تلاقي الفريق مرتجي في 79، كابتن صالح بره المجلس، كان استقال من المجلس في عضويته، ودخل انتخابات الرئاسة لأول مرة وتفوق الفريق مرتجي. بس حتى الفريق مرتجي بعد وهو رئيس للنادي، نلاقي مثلا دي صورة له مع الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب في تأكيد على توالي الأجيال وإزاي الإنجازات في النادي الأهلي صنيعة هذا التوالي وهذه السلسلة اللي دايما وأبدا فيها هذا التتابع. ألاقي الفريق عبد المحسن كامل مرتجي لما سئل عن وضعية كرة القدم ومين أفضل من يديرها، بصوا الحرص على النادي الأهلي كان عامل إزاي. فريق مرتجي رئيس النادي الأهلي اللي كان قبل منها في انتخابات عنيفة بينه وبين الكابتن صالح، كان موضوعي جدا في أنه أفضل من يدير كرة القدم في النادي الأهلي هو الكابتن صالح سليم. ده كان رأي الفريق مرتجي فيما نشر على لسانه من تصريح نشر في الجمهورية بتاريخ 24/5/1979. صالح سليم أكفأ من يدير الكرة في الأهلي، ده التصريح كتبه الأستاذ جمال هليل، كان ساعتها اسمه بيتكتب قد كده ما شاء الله، ناقد رياضي قد الدنيا، واحد من رموز النقد الرياضي في مصر الأستاذ جمال هليل. لكن بصوا موضوعية الفريق مرتجي، حرصه على النادي الأهلي، تغليب مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، هو ده الأهلي فوق الجميع. الشعار اللي بيراد له دلوقتي التحريض على الأهلي، بص الشعار منبته جاي منين. فريق مرتجي ضد الكابتن صالح معركة انتخابية كبيرة جدا، فريق مرتجي كسب فيها، ثم ابتداء من 80 الكابتن صالح كسب في 80 وفي 84. بس هذا التنافس الكبير على مصلحة الأهلي وعلى حق النادي الأهلي، بصوا الود اللي بين الاتنين. لكن باستمرار زي ما بقول لكم تغليب مصلحة الأهلي فوق الجميع، فبلاش ناخد هذا الشعار للادعاء للتعالي على حد، ولا ادعاء ان الأهلي فوق أي حد، ولا الأهلي أكبر من أي حد. الأهلي مش أكبر من أي حد، والأهلي مصلحته وأهدافه وحقوقه فوق كل مصالح ولاده فقط. أكتر من كده ده كلام مش صحيح بالمرة، لأنه حتى عظماء الأهلي هؤلاء ومنهم الفريق مرتجي والكابتن صالح وغيرهم من العظماء الكبار، كان باستمرار ما حدش أبدا قدم مصلحة الأهلي أو مصلحة أي أطراف على أي حاجة. بقول لكم بعد منافسة انتخابية شديدة، فريق مرتجي يقول لك أكفأ من يدير الكرة في النادي الأهلي هو كابتن صالح سليم. وشفنا كابتن صالح سليم طوال سنوات رئاسته للنادي الأهلي، الفريق مرتجي باستمرار يوميا في النادي، يوميا في هذا التقدير، يوميا في هذا الاحترام، ولا زالت هذه العلاقات ممتدة بين كل رموز النادي الأهلي، اللي في المجلس واللي بره المجلس، اللي بيخدم النادي الأهلي واللي بره النادي الأهلي، أجيال بتسلم بعض. هي دي قيم النادي الأهلي، وهي دي صورة النادي الأهلي. عشان كده الأهلي عظيم. هذه العظمة بهذه القيم وهذه التقاليد وهذه المكانة هو ده اللي بيحقق البطولات، مش البطولات هي اللي بتصنع القيمة، القيمة هي اللي بتجيب البطولة. شوفوا تاريخ الفريق مرتجي، رجل الحرب والكرة، هو عرف بكده، رجل الحرب وكرة القدم، واحد من قادة القوات المسلحة الكبار. ولد الفريق مرتجي عام 1916 في القاهرة، تخرج من الكلية الحربية عام 1937، ثم تدرج حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل في الأنطرة شرق، كان برتبة عميد، تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، تولى الفريق مرتجي عسكريا بقى قيادة القوات العربية في اليمن خلال الحرب من عام 63 حتى 65، حصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل 64، تولى قيادة القوات البحرية قبل ما يرجع مرة تانية لليمن عام 66. الفريق مرتجي عليه رحمة الله قاد الجبهة الشرقية وجبهة سيناء وقيادة القوات البرية في حرب 67، تعد رسالته الأولى التي وجهها لقواته في 2 يونيو عام 67
من الوثائق المهمة جدا المنشورة على نطاق واسع حاليا. فريق مرتجي زي ما قلت لكم تولى لأول مرة رئاسة النادي الأهلي في 15 ديسمبر عام 65. ارتبط اسمه في النادي ارتباط كبير جدا لما تولى الرئاسة. من خلال هذه الفترة كان بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار بلغه له المشير عبد الحكيم عامر بعد تراجع نتائج الأهلي. بعدها مرة تانية رجع الفريق مرتجي لرئاسة النادي الأهلي، لكن المرة دي كانت بالانتخاب من 8 نوفمبر 72 ل 12 ديسمبر 80. شهد الأهلي معاه طفرة رياضية وإنشائية كبيرة. خلال فترة رئاسة الفريق مرتجي للنادي الأهلي توج الأهلي بالعديد من البطولات المحلية. عاش فترة من أزهى عصوره الكروية، حيث حصل الأهلي على بطولة الدوري العام 5 مرات. يعني في رئاسة الفريق مرتجي الأهلي بطل الدوري 5 مرات، بطل كأس مصر 3 مرات. فريق مرتجي هو والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي بيواصل عطائه للنادي الأهلي واللي معانا على الهاتف. باشمهندس مساء الخير وكل سنة وانت طيب وتعيش وتفتكر. حبيبي يا إبراهيم وكل سنة وانت طيب وكل الأهلاوية الجمال والمحترمين وكل يعني من بيسمعنا يكون بصحة وإن شاء الله خير وربنا يخليك. وأشكرك على التليفون. سيادة الفريق عليه رحمة الله له حق على كل الأهلاوية إنه دايما وأبدا يذكر بكل التقدير وبكل الخير لهذا العطاء الكبير في تاريخ النادي الأهلي يا باشمهندس. بس خليني أقول لك على المستوى الأهلاوي، خالد مرتجي اتعلم ايه من الفريق مرتجي اهلاويا بقى؟ والله خالد مرتجي نفسه يبقى واحد على مليون من الفريق مرتجي. الفريق مرتجي يعني رحمه الله عليه، انك انت تتعاصره وانك انت تعيش معاه وانك انت تشوف كان بيعمل ايه وكان مواقفه عامله ازاي، الحقيقه ده انا بعتبره ان كرم كبير من ربنا ان انا احمل اسم مرتجي ده لوحده شرف كبير ليا وسام على صدري وحمل ثقيل قوي قوي في الايام دي. انا اكثر حاجه اتعلمتها من الوالد هو انكار الذات. اكثر حاجه اتعلمتها من الوالد ان مش البني ادم او الكرسي مش هو اللي بيصنع البني ادم. هو بتحب النادي الاهلي بتحبه للنادي الاهلي وليس لغرض، لا غرض سياسي ولا غرض اجتماعي ولا اي حاجه. انت بتحب النادي الاهلي عشان النادي الاهلي له فضل علينا كلنا، والنادي الاهلي ده اللي بيكبر الناس كلها. فانت لما تدي للنادي الاهلي اعرف ان النادي الاهلي ده حجمه كبير قوي ولازم تبقى ما بتديله بتديله باخلاص. وانا الحقيقه اما كنت يعني كنت بشوف والدي قد ايه كانت بتتعرض عليه ايام ما كان رئيس النادي الاهلي ان هو يبقى مثلا ياخد شغل او مناصب. والدي كان 52 سنه ابراهيم وكان ساب الجيش وكرس حياته كلها للنادي الاهلي. وانا كنت بشوف يعني كنت حتى بقول له يعني طب ما يقول لي يا ابني النادي الاهلي ده جوايا، النادي الاهلي ده ما ينفعش تعمل حاجه جنبه، النادي الاهلي ده لازم تركز فيه لانك انت بتتكلم على اياميها مثلا كان 60 مليون، فانت النهارده مسؤول مش بس على منظومه النادي، انت مسؤول على الشعب. النهارده الفريق مرتجي لما جه النادي الاهلي جيب بامر سياسي من القياده السياسيه في ذلك الوقت، لان النادي الاهلي ما كانش بيكسب فكان مأثر على المود بتاع البلد كله. ايوه فالحقيقه ان يعني النادي الاهلي ده يعني يكفي ان الفريق مرتجي قال عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي، فشرف لاي حد ان هو ينتمي للنادي. كنت بعرض لسه يا باشمهندس تصريح للفريق مرتجي عليه رحمه الله في يوليو 79 لما سئل قال لك صالح سليم اكفأ من يدير كره القدم في النادي الاهلي. وتلف الايام ولاقي في صيف 95 كابتن صالح ومصر والنادي الاهلي بيستضيف البطوله العربيه، يكون المهندس خالد مرتجي موجود في احدى لجان البطوله العربيه في رئاسه الكابتن صالح. شايف هذه الصوره الاهلاويه الجميله ازاي؟ بص يا احنا عيله واحده، مهما اختلفنا او كان في خلاف او كان في يعني اختلاف في وجهات النظر في يوم من الايام ما بين الفريق مرتجي وما بين الكابتن صالح، لكن الهدف كله كان النادي الاهلي. اما كان في عز الخلاف في النادي الاهلي ما كان ما بين الوالد وما بين الكابتن صالح لما الكوره ما كانتش ماشيه كويس. انا فاكر انا كنت في البيت ولقيت ابويا بيكلم الكابتن صالح قال له احنا محتاجينك يا صالح، عايزينك تبقى موجود معانا في اداره الكوره. يعني الحب النادي الاهلي كان حاجه كبيره جدا. هو ده اللي الاهلي فوق الجميع.
والحقيقه خلينا برضو نبقى منصفين، اللي جمع الناس دي كلها كان كابتن حمدي. لازم برضو ندي كابتن حمدي صحيح صحيح صحيح. كابتن حسن حمدي هو كان زمان يقول لك ايه صالح ومرتجي، لا ما كانش حاجه اسمها صالح ومرتجي، ده كان كلام. لكن الكابتن حسن حمدي هو اللي اثبت هذا الكلام في وجودي معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في القايمه بتاعته 2004 وقبل كده في ريال مدريد 2001 وقبل كده زي ما انت قلت في 95 البطوله العربيه لما كنت انا مقرر لجنه العلاقات العامه مع الكابتن محمود الخطيب وبعد كده ما مسكت رئيس اللجنه بعد الكابتن محمود الخطيب سنه 98. فالحقيقه كابتن حسن حمدي كان له دور كبير قوي ان هو يعني شال المقوله او شال الكلام اللغط اللي كان بيتقال ان في جبهه مرتجي وجبهه صالح والكلام ده كله، الكلام ده كان مش مظبوط خالص. لكن هما الاثنين كانوا بيحبوا النادي الاهلي حب، انا لان انا عاشرت الاثنين وشفت الاثنين كانوا بيفكروا ازاي. فالحقيقه يعني النادي الاهلي عيله واحده والنادي الاهلي حاجه كبيره قوي، والحقيقه يعني مش عارف اقول اكثر من هي يعني دي عظمه الاهلي يا باشمهندس، هي دي عظمة الأهلي. وكل سنة وحضرتك طيب وتعيش وتفتكر وترجع بالسلامة إن شاء الله. شاكرين، شكرا. شكرا جزيلا للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، متذكرا معكم ذكرى الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الأهلي الأسبق عليه رحمة الله، اللي بتمر اليوم الذكرى السابعة لرحيله، ليؤكد الأهلي في كل مرة إنه فعلا عظمة الأهلي هي اللي بتحقق هذه البطولات. شوفوا من جيل لجيل، من مجلس لمجلس، من الفريق مرتجي للكابتن صالح للكابتن حسن للكابتن محمود الخطيب، عشان تستمر مسيرة الإنجازات. مش عايز أنسى حد، لكنه فعلا باستمرار هي دي قيمة النادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.